بعيدا عن كرة القدم، أظهرت أرقام الإحصائيات الأخيرة أن عدد السكان المهجرين من منازلهم في غزة بلغ أكثر من 300 ألف نسمة، أي قرابة 15% من إجمالي عدد السكان، شردوا بسبب الهجوم المستمر الذي يشنه الجيش الصهيوني على المدينة للأسبوع الثالث على التوالي. ويعتبر أطفال غزة من أكبر المتضررين في هذه الحال، حيث قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشكيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن معظم الأطفال في فلسطين يعانون من أمراض الخوف والقلق والرهاب. وللحد من هذه المشكلات الخطيرة، فإن بعض أساتذة المدارس والناشطين الاجتماعيين والمتطوعين يعملون على تنظيم ألعاب رياضية للأطفال لتشغلهم عن أجواء الحرب القاسية. يشار إلى أنه بحسب أرقام الأمم المتحدة أن عدد الأطفال الذين رحلوا منذ بدء العملية العسكرية الصهيونية الأخيرة على غزة فاق 300 طفل.